للوقوف عند مأساة الإيغور ورد فعل المجتمع الدولي عليها في ظل التقارير الحقوقية التي توثق جرائم الحكومة الصينية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات محمد سرحان. أستاذ محمد، السلام عليكم. لنبدأ من هيومان رايتس ووتش، حيث وثقت أدلة حول قمع الصين للإيغور. كيف ترى تعاطي المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة مع هذه القضية؟ هل ترى أنها على مستوى ضخامة الانتهاكات وفظاعاتها؟ عليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام، أهلا بك. هو طبعا ما رصده ووثقه تقرير هيومان رايتس ووتش بشأن الانتهاكات الصينية بحق الإيغور يضاف إلى عشرات التقارير التي توثق مثل هذه الممارسات التي تتم بحق المسلمين في تركستان الشرقية. هذا التقرير الجديد طبعا تحدث عن اعتقالات جماعية وقمع الممارسات الدينية وحذر من تصاعد مثل هذه الممارسات وهكذا. وطبعا يعني نحن نقول تركستان الشرقية وإن كانت بالتسمية الصينية شينجيانغ، لكن طبعا هذه الممارسات في توصيفها هي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية حتى وفق تعريف معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. أما بالنسبة لموقف الأمم المتحدة وهكذا، الأمم المتحدة نفسها سبق وأن كشفت النقاب في عام 2018 عن معسكرات إعادة التأهيل، وأن الصين تحتجز أكثر من مليون مسلم داخل هذه المعسكرات وقتها طبعا، لكن التقديرات حاليا تتحدث عن نحو 3 ملايين معتقل داخل هذه المعسكرات سواء رجال أو نساء أو حتى الأطفال يعني. لكن مع هذه التقارير وهذا التدفق من التقارير التي توثق الانتهاكات الحقوقية، للأسف طبعا التعاطي ليس على مستوى ما يتم من ممارسات. يعني نحن نتحدث عن ممارسات أو جرائم ضد الإنسانية، نحن نتحدث عن محو هوية وثقافة شعب وأمة كاملة في تركستان الشرقية، لكن بطبيعة الحال التحرك الأممي يبقى حتى الآن في إطار الإدانة. أي نعم طبعا هذه التقارير تفضح مثل هذه الممارسات، لكن ما بعد فضح هذه الممارسات يحتاج إلى تحركات من شأنها أن تؤثر على الصين لوقف مثل هذه الانتهاكات. طيب أستاذ محمد، كيف تعلق على القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة في الصين؟ هل هذه القرارات وهذه المقاطعات مثلا على سبيل المثال الحصر، يعني مقاطعة أولمبياد بكين 2022، هل يمكن أن يخفف الانتهاكات ضد المسلمين الإيغور؟ هو طبعا أي تحرك من شأنه أن يضغط على الصين سواء دبلوماسيا أو اقتصاديا أو سياسيا وحتى رياضيا مؤخرا، أو يعني من شأنه أن يلفت الانتباه إلى هذه المأساة التي تتم بحق الإيغور، هو تحرك طبعا مهم ومشكور يعني بلا شك، ومن شأنه أن ينبه الصين أن العالم يقف ضد هذه الممارسات وضد هذه الانتهاكات وأنها مرفوضة. وطبعا يضيق الخناق على الصين ولو بدرجة طفيفة، يعني من حيث تقييد مثلا حركة سياسييها الذين يتم منعهم مثلا من السفر سواء إلى دول الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الدول وهكذا. أيضا يشجع الأطراف الأخرى من الدول على اتخاذ مواقف مشابهة، لكن طبعا كلما كان هذه الخطوات يعني أكثر تأثيرا يعني طبعا اقتصاديا، خصوصا لأن الصين نعرف أنها صاعدة وبقوة في الجانب الاقتصادي، فطبعا حينها سيكون أكثر تأثيرا ويمكن أن يخفف من مثل هذه الانتهاكات ولو بصور متنوعة يعني. ماذا عن الدول الإسلامية؟ هل ننتظر موقفا أكثر جدية من هذه الدول أستاذ محمد؟ وصراحة يعني نحن نتحدث عن موقفين متناقضين تماما. يعني نحن الآن نتحدث عن منظمات عالمية حقوقية، نتحدث عن موقف الاتحاد الأوروبي ودول غربية تنتقد الصين صراحة، يعني تتخذ إجراءات يعني من شأنها أنها تعبر عن الرفض لمثل هذه الانتهاكات. في المقابل للأسف حتى الآن لم نرى موقفا من الدول العربية والإسلامية إزاء هذه الانتهاكات. الدول العربية والإسلامية تتعامل بمنطق البعد الجغرافي، يعني بحكم أن الصين بعيدة عن أغلب الدول العربية والإسلامية، وإن كانت حتى تشترك في الحدود مع بعض الدول مثل باكستان. نعم. لكنها هي أيضا يعني باكستان نفسها على سبيل المثال التي تتخذ موقفا مشرفا في قضية كشمير مع الهند، يعني لا تصدر أي موقف تجاه قضية تركستان الشرقية أو الإيغور رغم اشتراكها في الحدود طبعا بحكم علاقاتها الجيدة مع الصين للأسف. وهذا ينطبق طبعا على أغلب الدول العربية والإسلامية بطبيعة الحال يعني.
من اسطنبول الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات محمد سرحان، شكرا جزيلا لكم.